السلام عليكم، هون الدكتور كان عامل البوردر مولدنج، بس بدي اورجيكم الكواليتي شيك تاعت البوردر مولدنج كيف انا بشيك عليها. اول شيء بدنا نتفرج على البوردرز. هاي البوردر، هاي الفلانج تاعت الامبريشن، البوردر مولدد ماتيريال، هاي جرين ستيك على الايدج. وبتلاحظوا انه الجرين ستيك هون راوندد وسموث الكروس سكشن تاعتها. لاحظوا انه لمعه النار مش فيها، يعني بمعنى اخر التيشيو عملتها مات. فملاحظين انها ماشي معنا السلكس ده، ماشي 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 بنفس الثيكنس بنفس الراونديشن اول اراوند. اوكي، هذا جميل جدا. الشغله الثانيه اللي بدي اشيكها غير الراوندنس، بدي اشيك لي فري ناي. فبتدور على الفري ناي. انا هون مش شايفه فرينم واضح، شايفيته زي ديبرشن. الفرينم كثير مهم لانه الاكتيفيتي اوف ذا ماسل بتكون اكتف. لما تكون اكتف بعطول بتعمل افكت على البوردر، فبالتالي ممكن توقع الطقم اذا مش موجوده. فانا شو بدي اشيك عليه؟ هذا شيء تم البيشنت. انا مش شايفه فرينم واضح، هون اوضح الفرينم على هاي الجهه، لاحظ انه في عندي نوتش، لكن هون ما في عندي فرينم. بدي اشوف هل هذا صحيح تم البيشنت ولا لا، لانه كثير من الناس بفكروا انه لازم اللفت زي الرايت. لا، مش دائما اللفت زي الرايت. الشغله الثانيه بدي اشوف الليبيال فرينم انه صح ولا لا. فاجي بدي اشيك على الفري ناي، كيف بعمل؟ بدخل تيم البيشنت. اوكي، قبل ما ادخل على تيم البيشنت بكون شاده الفرينم قبل ما افوت التري. فانا شاده الفرينم هيك وبنزله بالفانكشنال بوزيشن. تذكروا الفانكشنال بوزيشن تاعت الفرينم لور. باجي بفوت التري انتو بليس. لو تفتحي لي شوي بس لانك عديت على اطرافها. هلا لاحظ ان الفرينم عم برتفع. اوكي، اذا بنشوف الفرينم عم بتحرك وانا بدخل بالتري، معناته هاي حتصير لي الاوفر اكستنشن، هاي راح تمتد الى الدنشر. فشو طلابي بنصحهم عاده لما يكون وصل مرحله عندي جود سكشن؟ طب خليني اورجيكم بس موضوع السكشن بس شوي. تفتح كمان مره شوي. اوكي، لما يكون السكشن موجود، لما نيجي نطلع الامبريشن بيطلع معنا هذا الصوت. اوكي، وين وجعك؟ لاحظ الوجع وين كان؟ في البريمكس اللي عندها اندر كات هون. لاحظوها. اوكي، انا اسف، انا ما كان قصدي، انا ما انتبهت على هاي الاندر كات، كنت مركزه على الرابط اللي هون. ففي عندها اندر كات، ذس واز بينفول. احنا ما انتبهنا على البوردرز كلها، بس ما انتبهنا انه في فعلا في جزء من ماتيريال داخل جوا الاندر كات هون. اذا سمحت تتحمي السكينه وتنزلها. هلا طلابي اذا كان السكشن موجود عنده وهو الحاله موجوده، بقول له طلابي افتحوا الفي شيب بتاعت النوتش مره ثانيه without anything ودونت بوت باك الجرين ستيك. الجرين ستيك طبيعته جامد كثير. لما احصل كل البوردر صح وما فيش عندي اوفر اكستنشن، بقول لطلابي افتح الفي شيب، خلي الامبريشن ماتيريال هي تاخذها 100%. هيك بتريح حالك من الترمينج اثناء الدنشر. طيب هلا بدنا ندور على الفرينم الثاني. الفرينم الثاني بدنا ندور عليه هون. فعلا هاي في فرينم، اذا بتشوفوا هون في فرينم واضح، فعلا هذا هو الفرينم اللي هون موجود في الامبريشن هون، هذا هو اللي ظهر. نيجي على الفرينم الثالث. هون في عندي فرينم ما طلع عندي بالامبريشن، حتى دبل فرينم، شايفه في عندي دبل فرينم. هدول ما طلعوا هون، انا مش شايفيتهم كنوتشز. اوكي، فشو اللي بدك تعمل؟ تحمل ماتيريال تكون دافي جدا وترجع تو اكتيفيت الفرينم. بس هلا في بعض البيشنتس بلاقي على جهه فرينم وجهه الثانيه ما فيها فريناي، طبيعي في بعض البيشنتس في عندهم هذا الفاريشن. طب اخر شيء بدي اشيك عليه اللي ما بقدر اشوفه من هون، اللي هو طول الفلانج. هاد طول الفلانج بدي اتاكد منه. فشو بعمل؟ بحط اصبعي على التيوبراستي هون. هاي انا اصبعي على التيوبراستي، ومن التيوبراستي بزيح على جنب، دخلت دستو بكلي. قد ايه اصبعي غطس؟ اخذت قياس، هذا القياس اللي اخذته على اصبعي، قديش اصبعي غطس بقلبه وبقيس فيه. فعندك طلع صحيح 100%. نيجي على الجهه الثانيه مره ثانيه، لانه هذا المفهوم انه البوست داون بدي اخذه مره ثانيه. انا حاطه اصبعي على التيوبراستي، قديش اصبعي غطس على جنب التيوبراستي دستو بكلي، هل قد اصبعي غطس؟ هل انت ماخذها صح؟ نعم ماخذها 100% صح. فخلص هدول طولهم تمام. هلا شو الشيء الاخير بدي ادوره؟ على الاكستنشنز البوست دام. البوست دام انت اضفت على الفيتنج سيرفيس، بس انا بدي كمان عندها الكلاسيفيكيشن هاي كلاس 1، فانا بقدر اضيف على جرين ستيك يكون وايدر، بقدر حتى 12 ملم بعض الاحيان اني اضيف. فعندي بعمل بلك اوف ماتيريال هون وبلك اوف ماتيريال هون. مره ثانيه ارجع بالنايف، شايف اللي فايت على الفيتنج سيرفيس هاي؟ شايفها الدقره هاي؟ هي اللي دخلت في الاندر كات وجرحتها. فحاول بالسكينه امشي عليها وهي حاميه، مر عليها مرتين ثلاثه بتدوب وبتنزل، بتبطل تدخل في الاندر كات بحده. بعد ما اخلص كل هاد انا حفوته هلا على السريع، بس نحاول ما نضيقها ولا نجرحها. بعد ادخلك اياه شوي شوي، حتجنب المنطقه اللي بتجرح. اوكي، بس ليش بدي افوته المره الاخيره؟ شفنا السكشن موجود، موجود. انا هلا بدي ادور على الاوفر اكستنشنز. كيف بدور على الاوفر اكستنشنز؟ لاحظوا اني حطيته بس حط خفيف،
ما حطيت بريشر، ما عملت السكشن، بمعنى اخر ما شغلت الاير سيل، بعمل الحركات البوردر مودنج. في اي حركه بتنزلت شيء، في شويه حركه عند الموديولس، شيء بسيط، ملاحظين الهندل عم تنزل هيك معي، استنى شو هي، ثبتها عملت الحركه نزلت الهندل، في بيكون شويه طول هون. هي فعلا الفري ناي اكتشفنا انها مش ريليف. نيجي على الجهه هاي بعمل الحركات، في اي شيء حركه الهندل ما في، ما عندك مشكله. ليب يلي ما في مشكله، فرينم جنب الفرينم، انا عارفه الفرينم اذا بنزله اكيد حتحرك، فانا هخلص الاوفر اكستنشن. طبعا ممكن تقول طب ممكن اخليه للدنشر، نعم ممكن نتخليه للدنشر، لكن اي شيء بتخليه اوفر اكستنشن للدنشر هون عباره عن مجرد ادخله على النار احميه وادفيه وارجع اعمله، بينما في الدنشر راح تقعد تعمل ترمينج ربع ساعه عليه، فمين اسهل؟ اعمله هون اكيد اسهل. طبعا اللور على اللور، طيب السلكس راوندد فيري ويل سموث راوندد اول اراوند، ممتاز، ومن هاي الجهه ممتاز. بدي اقيس اللينجوال باوتشز، هاي اللينجوال باوتشز هاي لهاي الجهه، اوكي، فهاي الجهه هون بحط اصبعي على الريترو مولر باد، هاي الريترو مولر باد اصبعي عليها، بغطس اصبعي لسانك لقدام بس شوي، ايوه بس للشكل، ادي اصبعي غطس، بقيس القياس وبقلب اصبعي وبحطه على التري، بلاقي باخده صح، ممتاز. هاي المنطقة ريترو مولر باد، بنزل عمودي لسانك لقدام شوي، لا لقدام لقدام، بس طلعي شوي لسانك لقدام عن شفتك، امسح شفتك الفوقانية، ايوه تمام. هيو فعلا لما زاح لسان في مكانه الصحيح هيو وماخذها صح، فما عندي مشكلة. راوندد سموث. هلا بتضل عندي الشيء اللي ما بقدر اشوفه الا اثناء الفانكشن اللي هي اللينجوال مايلوهايويد اريا الانتيريور سلكس، فشو بعمل؟ بحطها بدون سكشن، بنعيد مره ثانيه، يكون في اوفر اكستنشنز بكلي او ديستل، بس البكلي بقدر اشوفها بسهوله، باللينجوالي هي اللي بدي اركز عليها، حقلكم كيف. ابدا بكلي، في اي حركه بتهندل، لاحظين بس حاطتها حط خفيف فيري لايت، اوكي، باجي بحطها بس مجرد تثبيت، في اي حركه بترفع الهندل؟ لا. في اي حركه بترفع الهندل؟ ما في عندي اي اوفر اكستنشن، معناته الامور تمام. هلا بدي اياك تفتح تمك على الاخر، فتحت تمها على الاخر بدون اي حركه، اذا طلعت بتكون المسجك بلين معطوله، بس هي ما طلعت، باجي متاكد؟ لا هي ما طلعت. هلا لسانك يمين شمال، لحظه لما بلشت حركه لسانها يمين شمال، شو صار بالشي؟ طلعت من مكانها هون هون وجعني هون بوجعك؟ طيب هاي في منطقه شويه حاده هون، بس انه نعملها اياها، بس لما حركت لسانها يمين شمال وين اشتغل هذا؟ هذا اشتغل بالانتيريور لينجوال سلكس، هاي المنطقه خاصه عند البري مولرز والمولرز هون. لسان لما يتحرك يمين شمال بيرفع هاي المنطقه، والدليل اتفرج لسان هلا هو مرتاح، لا خليك من رايحه اول شيء لسانك، اتفرج على الفلور اوف ذا ماوث، اوكي، اذا زحت لسان هيك باصبعي شوف الفلور اوف ذا ماوث، طب ارفعي لسانك، لاحظوا قديش الفلور اوف ذا ماوث صار شلو كثير مرتفع، فبالتالي هاي المنطقه، هل عندي كل هذا الفلانج؟ يعني قارن انت هاي المنطقه بهاي المنطقه، هاي الفلانج هذا كله فلانج، هي رافعه لسانها، هل عندي هذا السلكس؟ هل هذا عندي فلانج؟ مش موجود، فعندي هذا الفلانج كتير أطول من موجود، فبالتالي عشان أوفر حالي مرة تانية شمينج في الدنشر، بدفي هاي المنطقة كتير كويس، ممكن جهة جهة أدفي هاي كتير كويس، أحطها بتم البيشنت وأثبت إيدي، أعمل سيتنج وأثبت، بعدين أقول للبيشنت احكي إك بقوة، أو إنه يحرك اليمين وشمال ويبلع، this becomes activated، فبتحرك الجرين ستيك بسهولة وأوفر حالي شمينج في الدنشر. لاحقا حنعمل امبريشن، ضروري جدا اثناء الامبريشن تعيدوا نفس حركات البوردر مولدنج، ليش؟ لانه رجعنا للريستنج بوزيشن، وانت عملتوا بوردر مولدنج على الفانكشنال، اي حركه ما بتعملها اثناء الامبريشن موجود فقدت البوردر مولدنج تاعك، بتكتشف انه كله اوفر اكستند مره ثانيه، فهل لازم نعيد حركات البوردر مولدنج؟ يس، اثناء الامبريشن بنعيدها من اول وجديد عشان ما تطلع الماتيريال ثيك في هاي المناطق ونخسر البوردر مولدنج تاعنا، يعطيكم العافيه.